تليفون الأستاذ محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس البعثة. أستاذ أبو الوفا، أهلا بيك، مبروك الفوز باللقب. هاني يا حبيبي، الله يبارك فيك، ما شاء الله انت عملت مقدمة كويسة خالص، سردت كل الأحداث اللي حصلت هنا في السعودية، وما شاء الله عليك، يعني كل المعلومات مظبوطة. شكرا. فأزيد على كلامك كمان إن المجموعة بتاعتنا اللي هي المجموعة الثالثة تأهل منها 3 فرق للمربع الذهبي، يعني كانت أصعب مجموعة في البطولة بالفعل. وطبعا في الكرة الشاطئية الدول كلها تطورت بشكل غير عادي، يعني ايوه منتخب عمان اللي احنا كسبناه النهارده مصنف 5 عالم قبل كده، مظبوط، ومن الـ من الـ من المنتخبات الكبيره في اسيا اللي هي مرشحه ان هي تدخل المربع الذهبي في كاس العالم الجاي ان شاء الله.